السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم طلابي طالباتي اللي كنتوا تتابعوا فيا على قناتي باب الامل يوتيوب. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وانتم راكم تسمعوا في هذا الفيديو. طبعا كما كنت نقول لكم دائما وابدا نجيكم ديما بالجديد ونحكي معكم من القلب للقلب. ان شاء الله يا ربي تاخذوا اكيد كلامي بعين الاعتبار وتفهموا عليا وتكونسنتريو مليح مع هضرتي وتحطوا لي اكيد جام هكا حلوه هكا وتعجبني بزاف كي نشوف انا لي جام ولا فيديو هادي. تكومونتيو لي فيها تبارطاجيوها كامل من اصدقائكم وزملائكم تابونيو لي في لاشين انكم تفعلوا زر الجرس وتضغطوا على زر سبسكرايب الاحمر. الفيديو تاع اليوم فيديو شويه نكون اكثر عفويه على اللي كنت عليه قبل. الفيديو تاع اليوم راح نحكي فيها ملخص في 21 سنه اللي عدات يعني كيما نقول العام اللي عدى وكيفاش صرات. طبعا انا كنت من قبل اكثر شخص يخاف بزاف من النجاح تحقيق الهدف الوصول نخاف بزاف وعندي كيما نقولوها شويه خوف من العلامات الامتحانات نسعى ولكن بخوف اسكو تحقق نخمم في النتيجه بزاف نخمم اسكو راح نوصل ولا نو وهذا هو الشيء اللي كان ممكن ديما يخليني تحت ضغط والثقه تبدا تقل عندي بزاف كانت فتوصلت لمرحله انه خلاص غير اكتئاب. فتره 2020 كانت من اصعب الفترات في حياتي كنت بزاف مكتئبه كنت نقول اسكو ننجح بلك ما ننجحش بلك ما نوصلش فهمتوا كيفاش يعني ديما اكتئاب كآبه خوف قلق منا يوم من الايام تصادفت يعني بفيديو ومقولات قريتهم بزاف تصادفت فيهم في اخر 2020 بداية 2021 قريت بزاف كتب قريت مقولات قريت سمعت كلام تاع ناس دكاتره كبار ايتو غيروا لي كنقول لكم تفكيري 180 درجه عطاو لي الروح من جديد كانه كنت ميته احياوني من جديد فهمتوا كيفاش الشغل فعلا فهمت الحياه صح وعلى الصح فهمت بلي اصلا احنا الناس خلقنا باه نقدموا شي نقدروا عليه ما نلزوش رواحنا بزاف ما نضغطوش رواحنا بزاف ما نكلفوش رواحنا بحاجه ما نقدروش عليها ام سوري فقط نعم نكونوا منطقيين نسعوا بشوي وراح نوصلوا عرفت ربي اكثر وتعرفت على ربي بطريقه يعني كيما نقولوها غير عن الطرق اللي كنت تخدمها من قبل. انا كنت شهر رمضان يعدي عليا نقرا صح القران بصح مش كيما رمضان 2021 كان غير يعني رمضان 2021 كان من احسن الرمضانات على قلبي كنت نعبد فيه بطريقه صحيحه وقربت ربي بطريقه صحيحه ودعيت ربي بطريقه صحيحه وخشعت بالطريقه الصحيحه حتى انه عرفت ربي ورحمته وقدها ربي كبير وقدها ربي قادر وقوه ربي على اللي كنت نعرفها يعني من قبل اعطاتني سبحان الله قوه يوم بعد يوم فرست اموري فرست روحي انا وش حابه ايه انت وين تشوف روحك فما تقدر تقدم اكثر فما تقدر يعني تمد اكثر قناتك فتحكم اكثر فيها يعني فرست اموري عرفت بي تنظيم الوقت حاجه اساسيه عرفت باللي الانسان فقط يسعى والباقي على ربي سبحانه الباقي والنتيجه ما نخممش فيها انا نخليها على ربي سبحانه وبديت في طريق الهدف تاعي وانا بهذه التعليمات كانت عراقيل بزاف تجيني في الطريق وسبحان الله والمفاجاه كل عراقيل تجيني كنت عندي يقين كبير بربي سبحانه ربي الخير ما يقدم لي الا الخير ربي الخير ما يشوف لي الا الخير ربي الخير يعرف مصلحتي اكثر من اللي عرفها انا لنفسي انا قويه بربي كنت كل ما نصلي نقول له يا ربي انا استمد طاقتي منك استمد صحتي وعافيتي منك استمد تركيزي منك علمي منك اللهم زدني علما انا قويه بك يا رب القوه كل يوم تزيد عندي الثقه بالنفس كل يوم تزيد عندي الخوف قدرت نتصدى للصعاب نتصدى للخوف قدرت نتمكن صح خلت نقرا كنت دروس شوي هكا قريت وكلت على ربي سبحانه كلام سلبي بزاف سمعته في مشواري الدراسي ما كنتش ابدا نسمع توكلت على ربي سبحانه قريت وسيت درت اللي عليا درت اللي عليا كيف درت اللي عليا يعني صح درت اللي عليا ما خليت حتى حاجه يعني بغي ما تعبت صح
والمفاجأة. كنت نتعب وكل ما نتعب تغفل في وجهي تغفل في وجهي تغفل في وجهي. مرضت بكوفيد، يعني شوية الأوضاع بدات كما نقولها تدخل في بعضها. ومع ذلك أنا كنت فعلا آية 2020 كنت حنبقى ضعيفة وكنت ممكن ما نطلعش من المصائب، نبقى في نفس الحفرة. مع أني مرضت، مع أني صارت لي عرق بزاف العام الدراسي تاعي، بصح باقية كالمرصاد. تعرفوا كيفاش أني باقية قوية؟ أنا قوية بيك يا ربي، أنا قوية بك يا ربي، أنت رب الخير راح تعالجني يا ربي، أنا قوية بك يا ربي. وفعلا شفيت من المرض تاع كوفيد وصرات بزاف مشاكل مع ناس تاني بالجامعة، مشاكل بزاف صرات لي ما ندخلش في التفاصيل بزاف، كنت حكيتها في قانون التسليم. اللي حاب يعرف يروح يشوف قانون التسليم، الفيديو تاع قانون التسليم يفهم اكثر عليا. صرات لي مشاكل بزاف، كل مشكله كنت تصرى لي نقولوا انا قويه بك يا ربي، ربي انت معايا، ربي انت معايا، ربي معايا. ما كنتش نظلم وما كنتش نكون كما نقولوا سبب في ظلم الاخرين ولا في ضعف الاخرين، كنت ديما نمد الطاقه الايجابيه، ديما نساعد الاخرين، ديما نيتي صافيه وثقتي بربي من فوق الشهاده كامل قويه وكبيره. يا وش نقول لكم، تفتحت ليا ابواب وما شاء الله. كنقول لكم انه نجحت وبجداره، ماجوريت مع الاوائل ما شاء الله، علامات ممتازه. تصوروا انتم كي يافيشيو لكم نقاط اللي معاكم تحت المعدل، لا ماجوريتي ما داينش المعدل، لا ماجوريتي فاشلين، وانت تشعشع بعلامه ممتازه. انا حابه نقول لك بلي انا الرياضيات المات من المواد اللي عندي اشكاليه فيها، فريمون تعبت على روحي وسمعت كلام سلبي وناس قالوا لي بنتي ما تقدرش في هذا التخصص، وقالوا لي بنتي شخص فاشل. انا ما سمعت لهمش، انا سمعت ربي سبحانه بلي يقول لي ان الله ليضيع اجر من احسن عمله، وتوكلت عليه وتوكلت عليه وطقت فيه واجتهدت وحليت وتعبت وقريت وديت من اكبر العلامات في هذيك الماده. انا حابه نقول لك بلي توصلت معايا في المات، نجيب سجي كامل صحيحه، فريمون سجي كامل صحيح ما شاء الله عليا. يا ربي قولوا كامل ما شاء الله، وربي يزيدكم يعطيكم بعطاني في 2021. ما شاء الله، لا تنسوا لا تنسوا قولوا ما شاء الله. لا تنسوا كانوا الناس اللي معايا يحطوا بي قولي انا تصرى معاك وش بيك وش هذا الزهر اللي عندك. انا كنت اقول لهم عادي، اصلا الناس كامل تصرى معاها مشكل، اصلا انا شخص عادي انسان، شكون انا حتى ما نقعش في المشاكل؟ من انا؟ والله صدقا كنت اقول لهم عادي، انا شخص عادي نورمال، المشاكل هذه عند الناس كل عادي جدا، ربي رب الخير، ربي معايا، انا قويه بك يا ربي. والله يا شهر 9 افيشاو لا مويا من اعلى المعدلات، والله ولا قد نحكي معاكم عيوني دمعت، اقسم بالله كميه الفرحه. حبيت نقول لك بلي انا كيف فرحت في هذاك الوقت، ما عيطتش وما زهقتش وما انفعلتش، فرحت بصح هكا بهدوء. يعني انا من الناس اللي كي تصرى فرحه كبيره يفرحها بهدوء، كي تصدم كبير ينصدم بهدوء. صامي كتبت حاجه خفيفه نورمال عادي، بصح الفرحه الكبيره بقيت هكا هادئه. او ماي جاد، يعني الأذن قاعد يأذن كلامي على الحق فعلا. والله انصدمت، والله انصدمت. يعني شوفوا ثقوا بربي، ثقوا بربي، ما تخافوش، ربي معاكم، اسعى وخليها عليه، ربي كبير، ربي كبير. إن الله ليس بظلام للعبيد، حطها في بالك، ربي ليس بظلام للعبيد، يعطي لكل ذي حق حقه. سوري انا مش كنت ندير كذلك. نشكر ربي سبحانه على كل حاجه فتصالي في حياتي، الشكر والحمد لك يا رب، الحمد والشكر لك يا رب على علامات كذا وكذا، الحمد والشكر لك يا رب على اني قدرت اليوم ندير كذا وكذا، نشكر نشكر ونكتب نكتب نكتب. يعني 2021 كان عام مميز بزاف، يعني انا لحقت اني نحقق فيه حوايج بزاف مليحه، تخطيت فيه صعوبات بزاف، اثبتت لنفسي شكون انا، اثبتت نفسي بي انا فعلا قادرة اني ندير كذا وكذا وكذا. ونفس الشيء 2021 تعرفت بي على ناس بزاف، عرفني بناس بزاف سواء في السوشيال ميديا، قناتي كبرت كذلك وتحسنت على الشيء اللي كانت عليه قبل. 2021 درت تجربات كنت متمنية اني نديرها، اني نكون استاذة وفعلا تحققت.
2021 غيرت تفكيري، غيرت عاداتي وتقاليدي، قويت روحي اكثر بربي سبحانه، وثقت بربي سبحانه اكثر، يعني كما قولوها شهدت اكثر، روتيني ولي عندي مفيد اكثر، واستغليت وقتي اكثر، وما زلت نتعلم، وما زلت نتعلم اكثر. وين نوصل؟ انا ما نقولش وصلت للمرحله الماكسيمو، انا ما زلت ما وصلتش، انا عاده في البدايه، هذه البدايه بالنسبه ليا. ان شاء الله يا ربي هذا العام نقدر نقدم فيه اكثر، ونلحق الحوايج مفيده اكثر، وتكونوا انتم معايا وانا معاكم، ونفرحوا مع بعضنا، وتكبر عائلتنا اكثر، لا فامي تكبر اكثر، يعني معاكم انا نكبر، وبكم نكبر، وبكلامكم الايجابي يكبرني ويحفزني اكثر. طلابي ديروا الشير الاكبر عدد ممكن بهذا الفيديو، يعم الفائده على الجميع، عسى كان الناس محبطات تحفز، وكما نقولوها دير كونفرنس في روحها ووصل هدف تاعها ان شاء الله يا ربي. وكل عندنا اهداف، وكل حابين نوصل حاجه كبيره، بصح كل شخص طريقته اللي تميزه في السعي، لذلك خلي طريقتك تكون مليحه باش تقدر توصل حاجه مليحه بزاف. ونحبكم بزاف، و I love you، وباي باي.